مرحبا. كل العالم بصيرة وحدة، بدنا نضعف، يا الله شو عم ننصح. هالمشكلة ما بيعاني منها الإنسان بس، إنما الحيوان كمان. فالدلافين عم بتعاني من بدانة بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة بالمحيط وتلوث الماء. سمك السلمون عم بيفقد كتير من الدهون وهو الأكل الأساسي للدلافين اللي عم تكتر من أكل السمك وبالتالي عم بيزيد وزنه. شو قولكم؟ لازم يبلشوا الدلافين يعملوا رجيم؟ بلش أسبوعنا بأجواء صيفية رطبة، مرافقتنا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومكفاية معنا للأيام اللي جاية. طقس غائم جزئياً، رطوبة قوية على السواحل، هواء خفيف، رؤية متوسطة البحر، معتدل ارتفاع الموج وحرارة 127. إن شاء الله تكونوا قضيتوا ويك أند حلو. اليوم طقسنا بلبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي رح تتراوح ببيروت بين 23 و 32 فوق الجبال بين 16 و 25 بالأرز بين 15 و 23 بالبقع بين 17 و 32 وبالجنوب بين 17 و 26 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة بشمال، إذن بعكر 21، طرابلس 26، جبال 26، برمانة 26. في ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بين امبارح واليوم، صور 26، بنت جبال 22، نبطية 23، راشية 24، زحلة 25، بعلبك 25، الهرمل 28. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و 75%، حرارة سطح الماء 28 درجة وسرعة الرياح بين 8 و 25 كيلومتر بالساعة. أما كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لليلة رح توصل درجة الحرارة ل 22، أقصاها بسجل 32، الثلاثة بتتراوح بين 20 و 31، والأربعة بين 21 و 31 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. منروح تحديداً إلى عمان 27، دمشق 30، وبغداد 37، الجزائر 22، القاهرة 30، وأخيراً باريس 22، ومدريد 29. وهيدا كان كل شي. باي.